السيارات ماشي؟ نحضركم هون الحمدان ماشي؟ حد بلادنا رمضان ماشي يلا روح. أمل أنت صايمة؟ صايمة. طب يلا يلا يا أمل نلعب. أسهار بالربيع أسهار بالشتاء كلنا أصدقاء ونحب بعضنا. يا عائشة حبيت الدورة؟ اشبالك يا أصدقاء أمل بابا يا أمل شكله متكل عليك الصيام بس يا أمل مش واجب عليك يا أمل صومي تعال افطر أحسن لك يلا نشوف ماما شوفي انت على حط ايدك على بطنك لسه توك تلعبي والله يا ماما احنا بنلعب هيك شكله من الصيام انا والله اكيد يا ماما من الصيام انا من الاول من وانا عصر قلت لك يا ماما انت لسه صغير عمرك 6 سنين ما ينفعش تصومي يا ماما والله لا والله يا ماما شو بدي اعمل فطريها يا ماما طيب يا ماما تعال بدي فطرك اول اوديك على الدكتور بدي اوديك على الدكتور احسن طيب يلا تعالوا اخر مره راح تصومي ماشي يلا يلا اغمى عليه قلت لك يا ماما تعالي يا يلا تفضلي والله بنتي هيك يعني فجاه صار بطني بوجع انا حاسه من الصيام ماما ما انا عارفه قديش عمر هذا البني متاسف عمر 6 سنين لسه صف اول خليها تصوم هي صف اول هي لحالها عشان صاحباتها بتشوف يعني شكلها مغمى عليها بشوف والله مغمى عليها طب هاتيها هلا نجيب لها ادراك خاصه يلا يلا ما تخليها تصوم لانه معدتها بتفيش انها تصل لوقت خليها تصوم مثلا للظهر لقبل العصر لكذا مش تصومين يعني. يلا مش مشكلة ان شاء الله تخفف عنها وتروح ان شاء الله يلا يا ماما الحمد لله يا رب معلش انت عشان كسرت واخذ عليك معلش يلا هذا اول مره واخر مره بتخلي بنتك تصوم يلا ماشي يلا منيح اللي قاعده تصحي ان شاء الله